بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم تختلف عن المحاضرات السابقة. في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن أنظمة التكفير الكلاسيك التقليدية، اليوم ننتقل لأنظمة التكفير الحديثة، وراح نبدي بموضوع البلوك سايت. خوارزمية التجسيد أحد أنواع التشفير الكتلي بلوك سايفر، صممت عام 77 من قبل الـ NFST. هذه خوارزمية تشف البيانات أي النصوص الواضحة بكتل طول 64 بت، وأيضا يكون نص مشفر الناتج سايفر تكست كذا 64 بت. أما المفتاح المدخل فهو 64 بت، كذلك يتم اختزاله إلى 56 بت باستخدام جدول يدعى بالبيسي. خوارزمية الدست تضمن 16 راوند، في كل راوند تجرى عمليات السبستيوشن والبرميتيشن. الآن راح نتعرف على بعض المفاهيم للبلوك سايفر أو التشفير حقيقة، منها أنه مفاهيم الكونفيوجن، الديفيوجن، الفيسر ستراكشر. الآن أنظمة البلوك سايفر هي تعتبر الأنظمة الأكثر شيوعاً أو استخداماً في العالم. أحد أنواع الأنظمة التي ذكرنا هو نظام الدش، اللي هو مختصر مع الداتا انكريبشن. إذا نقارن مقارنة بسيطة أو نميز بين البلوك سايفر والسكيم سايفر، فالبلوك سايفر يعالج الرسالة على شكل بلوكس، على شكل كتل، وهذه أطوال الكتل تختلف من نظام إلى آخر. بالدش سيكون طول الكتل 64. أما بالستريم سايفر فيتم المعالجة للأرقام أو النصوص، أما بيت باي بيت أو بايت باي بايت آت أ تايم. مخططين، المخطط الأول يمثل عملية التشفير وحل الشفرة في الستريم سايفر، والمخطط الثاني يمثل التشفير أيضا في البلوك. معظم خوارزميات البلوك سايفر هي أحد أنواع أنظمة سيمتريك، تعتمد على ستركشر يلعب الفيسر ستركشر. أيضا مفهوم آخر عندنا هو البروتك سايفر. البروتك سايفر هو نظام combine two or more transformation، يعني ممكن يدمجنا نظامين أو أكثر، يعني كان يكون واحد يشفر الشفرة مالته بنظام قيصر اللي هو substitution، بعدين يرجع الناتج يشفر بطريقة transposition، في نظام يسمونه البروتك سايفر، وهذا طبعا يعطينا نظام او تشفير مور سكيور. كلاوس شانون نشر بيبر في عام 1949، وتعتبر هي الاساس في تصاميم التشفير الكتلي. انه معظم الانظمه البروتك سايفر تعتمد على مفهومين اساسيين هي السبستيوشن والبرميتيشن. السبستيوشن يتحقق من خلال الاسبوكس الموجوده بهذه الانظمه، اما البرميتيشن فيتحقق من خلال وجود جداول للبعثره التوسعه فتطلق عليها بالبي بوكس. الكونفيوجن والديفيوجن، الديفيوجن يعني انه احنا اذا غيرنا كاركتر من النص الواضح، المفروض اجزاء كبيره من النص المشفر تتغير، يعني بهذا التغيير البسيط في النص الواضح بيت او كاركتر راح يؤدي الى تغيير كبير في النص المشفر. اما الكونفيوجن يعني انه كل كاركتر من النص المشفر المفروض او ينبغي ان يعتمد على عده اجزاء من المفتاح. مثل ما قلنا الفيستو ستراكشر يعتبر هو المكون الاساسي للبلوك سايفر، وقلنا هذا دائما التقنية مالته أو طريقة عمل مالته يقسم البلوك إلى تو هالفز بأطوال متساوية، واحدة من الهالف يطبق عليها قضايا السبستيوشن لما راح نلعب بالدس، أما الطرف الآخر بعملية سوابينج مع ناتج العملية الأولى. هذا هو مفهوم الفيستو ستراكشر. مخططين لعملية التشفير
وعملية حل الشفرة encryption و decryption في الاستراكشر. هناك متطلبات أساسية واحد يراعيها عندما يطلب منا يصمم نظام بلوك سايفر. لازم يحدد البلوك سايز، لازم يحدد الكي سايز، نمبر اوف راوند، سب كي جنريشن، خوارزمية توليد المفاتيح، الراوند فانكشن، الباس سوفتوير انكريبشن اند ديكريبشن، اند ايز اوف اناليسيس. هذا تعتبر من المتطلبات الأساسية في عملية الديزاين في البلوك سايفر. راح الآن نلخص بخطوات بسيطة عمل خوارزمية الدش في تشفير أي نص. الخطوة الأولى أنه الكتلة النص الواضحة التنتج في البالغ 64 بت تمر على جدول يدعى بالـ IP وهو مختصر Initial Permutation، حيث يقوم هذا الجدول فقط ببحثرة البتات، يعني مواقع البتات تبحث، ما راح يقللنا عددها ولا يزيدنا عددها، وإنما كما هنالك هو بحثرة مواقع هذه البتات. بعد ما تبحثرت هذه البتات طلع لنا 64 بت. الخطوة الثانية، هاي 64 بت راح تقسم إلى تو هالفز، نصين ليفت ورايت، كل واحد من هذول النصين طول 32. طبعا النقطة ثلاثة، البتات أو الرايت اللي تذهب 32 بت يتم توسعتها، تصير اكسبانشن إلى 48 بت. شلون تتم هذه عملية التوسعة؟ عن طريق تيبل يدعى بالإي وهو مختصر الاكسبانشن، الحجم مال التيبل هو 8 بيسكس. إذا 32 بت مال الرايت راح تتحول إلى 48 بت باستخدام هذا التيبل. أربعة، بالنسبة لما يجرى على المفتاح، فإحنا يعني بالبداية قلنا المفتاح المدخل 64 بت، هاي 64 بت تتقلص إلى 56 بت باستخدام جدول السعة مالته أو حجمه 8 في 7، يدعى بالـ PC1 وهو مختصر للـ Permutated Choice 1. هاي 56 بت تقسم إلى كتلتين C0 وD0، كل واحدة تقود 28 بت. طبعا يتم تشفير البتات لهاي الكتلتين نحو اليسار، التشفير يكون أما بمقدار واحد أو اثنين، وين؟ باتجاه اليسار. طبعا هذا رقم واحد أو اثنين يعتمد على رقم الراوند، وهذه أرقام مثبتة في الخوارزميات، خوارزمية الدش. بعد ما يصير عملية التشفير اليسار، تدمج هاتان الكتلتان ويصبح 56 بت، تمرر على جدول آخر يدعى بالـ Permutated Choice 2 أو PC2، أيضا حجم 6 في 8، يقوم بتقليص 56 بت إلى 48. الآن عندنا 48 بت الناتجة من التقليص، وعندنا أيضا 48 بت ناتجة من عملية الإكسبانشن. يتم عملية XORing بين هاي 48 بت مع بعضها، فينتج عندي 48 بت. البتات الناتجة 48 بت من العملية هذه يتم تقسيمها إلى 8 كتل، كل كتلة 6 بتات، تكون مدخلات هذه 6 بتات، 8 كتل اللي يكون يكون 6 بتات مدخلات لـ8 من الـ S boxes S1, S2, S3، هاي S boxes عبارة عن tables، كل S box الحجم مالته 4×16، يعني 4 rows عن 16 column. بتجي هاي 6 بتات، البت الأول والبت السادس راح يحدد لي رقم الصف الرو نمبر بالاس بوكس المقابل، أما البت الثاني والثالث والرابع والخامس راح يحدد لي رقم الكولوم، تقاطع الصف مع العمود يعطيني قيمة. بما أن هنا عندنا 8 اس بوكس راح يعطيني 8 قيم، هذا كل قيمة من هالقيم هي 4 بت، راح تكون 8×4=32 بت. فيتم عندي من هاي 8 اس بوكسز 32 بت، يتم عملية اكس اورينج مع الليفت القديم اللي هي 32 بت. اذا الان الناتج مال اس بوكسز 32 بت اكس اور للليفت القديم 32 بت، فيطلع عندي 32 بت. هاي 32 بت راح تمرر على جدول اخر يدعى بالبي مختصر Permutation، استعمال 4×8 حتى يتجن 32 بت اللي هي الـ R1J. إذن R1 كما حسبناها عن طريق الـ R-Note السابق XOR للدالة F
اللي سوت ذلك سوت عملية توسعة للآر نود 48 بت مع الكيوات 48 بت وناتج الاس بوكس هي راح تعمل اكس اورنج بينت عندي الار 1 الجديد. اما الار 1 الجديد هو عبارة عن الار نود السابق. اذا في كل جولة الال الحالي هو الار السابق، اما الار الحالي فهو الال السابق اكس اور دال اف للار السابق كي الحالي. طبعا هاي الخطوات اللي شرحناها تمر او تجرى في 1 راوند. احنا قلنا النظام مال 10 راوند في 16 راوند، هاي الخطوات كلها تجرى 16 مرة. مخرجات الجولة 16 راح نمررها اللي هي عبارة 64 بت، نمررها على جدول آخر يلعب الـ IP Inverse. أيضا عمله هو بعثرة البتات للحصول على النص المشفر. هنا بس ملاحظة، احنا كل اللي سوينا الآن شفرنا 64 بت، إذا كان كل كاركتر يمثل 8 بت احنا معناها شفرنا فقط 8 كاركتر. إذا هاي العملية تعاد على طول الرسالة. إذا مراجعة بسيطة، المعلومات اللي ذكرناها التس هو حل مع بلوك سايفر ومتصل بـ Data Encryption Standard، تم استخدامه عام 1977 من قبل الـ NIST، من الـ NIST ومتصل بـ National Institute Standard of Standard and Technology. يشفر نص واضح بـ 64 والمشفر أيضا 64 والمفتاح أو الـ Effective Key هو 56 بت. طبعا استخداماته واضحة، هناك جدل بخصوص السكيورتي. هذا مخطط ايضا يمثل الكلام اللي تحدثنا قبل شوي عن الخطوات، انه شلون البلين تكست يدخل الاي بي، المفتاح شلون يشتغل 56 بت ثم 48 بت، وهذا يجري خلال 16 راوند. ناتج الراوند الاخير يمر على الانفرس نيشر ايجاد النص المشفر. معظم هذه الاستعدادات راح تمر علينا هي عباره عن مراجعة لكلام اللي ذكرناه هنا، عملية مرور النص الواضح على IP، وهنا يقول Basic Idea of IP هو عملية Arranging the Plain Text، يعني مجرد إعادة ترتيب لبتات النص الواضح. أيضا هذا مخطط أنه الـ Plain Text اللي هو 64 بت من دخل على IP، لاحظوا بالمخطط شلون أنه صار البتات بعثرت، وايضا بالاخير مثل على IP Inverse. هنا انا ايضا راح ادخل بتفاصيل هاي الدالة اللي حكينا عليها، الدالة F. الدالة F طبعا احنا قبل شوية قلنا انه الليفت الحالي هو الـ R السابق، اذا الـ I يساوي الـ R I ناقص واحد، بينما الـ R الحالي R I هو الليفت السابق الـ I ناقص واحد. عملت اكس اور يعمل الدالة F اللي هي متعاملت مع الار السابق على التوسعه وهي الكي اي المفتاح الحالي. اذا عمل الاف فانكشن هو اولا اكسباند للار الى جيت 1.1 بت باستخدام شنو؟ تيبل اي اللي هو مختصر لكلمه اكسبانشن. بعدين هاي الناتج 1.1 بت راح تعمل اكس اورينج ويا من؟ ويا السب كي. بعدها تقسم 48 بت الى 8 بلوك، كل بلوك بوست بتات ترفع على 8 اش بوكسز لينتج عندنا 8 كتل على 4 بتات، يكون ناتجه 32 بت. هاي 32 بت تجمع مع الليفت وبالتالي الناتج يدخل على جدول اخر يقول هذا هو الخطوط مال الاش بوكسز. لاحظوا الار 32 بت على اي صار 48 بت، من هنا اجانا السبكي 48 بت، عمليه الاكس اور وهاي الاس بوكسز. لاحظوا الخطوط 6 مدخلات في كل اس بوكس، 4 خطوط خارج بكل اس بوكس، 4 في 8 32 بت الناتج مالتها. وقبل ما نطلع 32 كما قلنا عليه من ال بي اللي هو تيبل لعمل ايضا هذا كلام يلخص لك الداله اف انه بالضبط كل مره تسوي لنا ندخل داخل المعادلة EXP expansion للانبوت، بعدين هذا expansion راح يصير يدخل على الاس بوكسز، الناتج يسوي له بي يعني permutation، هذا هو الاوتبوت مال الاف فانكشن.
ما هو الهدف الآن من الإيبوكسي؟ يعني إحنا بنستعمل شنو هدف وعملية increasing the diffusion اللي شرحناها قبل شوي. واحدة من المستلزمات الأساسية في التشفير هي مفهومين diffusion والconfusion. إذا عملت إيبوكسي الآي بي كل الجداول اللي كنا على معظمها تنطينا diffusion. بينما الإس بوكسي شنطينا يمكننا confusion اللي هو عبارة عن substitution. هذا هو اللي قلتاني قبل شوية. إذا الـ S-boxes provide confusion اعتبر هو substitution. شلون نحسب الـ address لكل S-box؟ يعني البت الأول مع السادس يمثل لي الـ row number، بينما البت الثاني والثالث والرابع والخامس يمثل لي الـ column number. هذا هو نموذج الـ S-boxes. لاحظوا عندنا أربع صفوف 0 1 2 3 و 16 عمود و 15. المحتويات مال الاسبوكس هي عبارة عن قيم راندوملي من 0 إلى 15. تقاطع الرقم رقم الرو مع رقم العمود الكولوم نمبر عن طريق قيمة مثل على شكل 4. وأيضا هذا يتحدث عن فاينل بيرميتيشن البي للناتج. يتحدث أيضا هنا على أول كيس كجور شلون يصير تقليصها في البي سي 1 ثم البي سي 2 وعمليات الإصدار. هذا مثال إنه يعطيك مفتاح ويعطيك نص واضح ليفت ورايت ومجموعة راوند، وممكن واحد استخدام الخوارزمية يتابع نتائج. واحد من المعايير المهمة لمعرفة النظام نظام تشفير جيد أو لا هو يسمى الأبلانج إفكت. الأبلانج إفكت أنه يركز على شغلة أو خاصية property أنه where a change of one input or key bit، إذا غير بت واحد بالأم أو بالمفتاح المفروض يؤدي إلى تغيير approximately half the output. إذا غير البت من النص الواضح أو بت من المفتاح، هذا المفروض يتجلي approximately تغيير في نصف الاوتبوت من الكتاب. هذا يسمونه الابرانج افكت. طبعا الدرس شترون ابرانج. ايضا احنا حتى نقيس قوة نظام، طبعا دائما ننظر المفتاح، قوة المفتاح الكي سيلز. الدرس بالنسبة لنا هو المفتاح الفعلي هو 56 بت، اذا معناته البوسيبل سوليوشن هو 2 to 4 56 اللي يساوي 7.2 مضروب في 10 إلى 16. هذا قد يبدو هارد بالبروت فورس، لكن تطور سريع في الحاسبات والخوارزميات المهاجمات اللي موجودة طبعا خلت الأمور تكون أقل. 97 لأنه عملية وصول المفتاح قد تطول few months، بـ 98 أصبحت few days. من دمج الخوارزمية خوارزميتين أصبحت 22 hours، وهذه حكي كلام التسعينات يعني القرن الماضي. لذلك علينا نفكر ببدائل. أنا حتى أيضا أقيس قوة الدرس هناك عدد من طرق التحليل يسمونها الكريت أناليسيس ميثود. هناك ثلاث طرق أساسية مهمة في الهجاء، وهذا طريقة الدفرنشيال كريت أناليسيس، طريقة اللينير كريت أناليسيس، وطريقة الريليتيف كي أثر. طبعا من موضوع العناوين هذه في عنوان أربع عشرات الطلبة الدكتوراه والماجستير أخذوا شهاداتهم في كل عنوان من العناوين، لأن هي عناوين كبيرة. الآن هذا موجز لما طرقنا في هذه المحاضرة. بلوك قدرنا بسيطة عن بلوك سايفر، مقارنة بسيطة مع حسيتين سايفر، شنو مفهوم الفيستو ستراكشر، ما هي المقومات الأساسية والطلبات الأساسية في التصميم، انتقلنا إلى خوارزمية الدس، ثم تفاصيل الدس، وبعد الحرب أعطينا أوطن بسيط عن الأفلانش إفكت، وأيضا بسيط عن طرق التحليل.